فقدت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا أهلا وسهلا، صحبة كنتم وأهلا، ولنقل للجهل مهلا، ذاك حفل الناجحين، ذاك حفل الناجحين. ألف مليون مبارك، ربنا زدهم وبارك، كلكم في المجد شارك، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. كم عزمتم واجتهدتم في الليالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نسلة أخرى عند سدرة منتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات رب الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى. أيها الآباء والأمهات وجميع من حضر هذه البقعة المباركة، استلم مني تحية أبعثها من عروق القلب، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أتكلم بموضوع يتعلق أهمية العلم وفضله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في طلب العلم، ففي ذلك شرف عظيم وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وبين فضله وأهميته، وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا من طريق الجنة، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء.
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما قد قال الشاعر: ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه ضعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزغرفها فتنت، ففوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاك الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت. وأقول قولي هكذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are the champions of Aburera. In front of you are grade 7 students ready to represent to you a poem entitled Aburera Complex Union, composed by our able teacher, Mr. Kevin. Sit back, relax, and enjoy with us. Welcome. All sons and daughters of Aburera, let us all unite and celebrate together the victories won for our liberation. Let us dedicate ourselves to rise together to defend our liberty and unity. All sons and daughters of Aburera, all sons and daughters of Aburera, flesh of the sun and flesh of the sky, let us make our school the trees of peace. All sons and daughters of Aburera, all sons and daughters of Aburera, let us all unite and sing together to uphold the bonds that frame our destiny. Let us dedicate ourselves to fight together for lasting peace and justice in Aburera. All sons and daughters of Aburera, thank you. Ladies and gentlemen, in front of you are grade 7 students ready to represent to you a song entitled Conservation of Our Environment. Sit back, relax, and enjoy with us. Welcome. Stop chopping down the trees. Stop using plastic things. Couples and dry babies and give back to the earth to be given. Cut down the milk and meat. Green power, the lights and heat. We sing the song on repeat as we do our part for the world that we live in. The earth, the planet that you own, you know, but it's not feeling so well. The temperature's rising, species are dying, floods, droughts, and fires, no longer surprising. It's losing trees and its islands slowly disappear. It's getting harder and harder to make a home for us here. Make those greenhouse gases trapping heat in the atmosphere. They come from cows and plastics, cows and factories here. We're burning on the coal and all the natural gas, releasing carbon dioxide and melting air, releasing them fast. But everyone's gotta live, yeah. People need to live, but look at what you give to the children after you. You need me, ooh, and I need you. Hey, stop chopping down the trees, they absorb carbon dioxide. We switch over to EVs, our couples go for a back ride. We stop with the plastic things and take them back to the store. We change up the way we eat, a little less milk and meat. We switch to renewable powers, unplug our texture or showers. But please stop taking showers, that will be gross. Stop chopping down the trees, stop using plastic things. Couples and dry babies and give back to the earth to be given. Cut down the milk and meat, green power, the lights and heat. We sing the song on repeat as we do our part for the world that we live in. We call out our government and tell them to change. They might say it's possible, but we can hold the responsible. Help them to lead in cleaner energy.
where we do now reverberate for centuries. We start today. Thank you. In front of you are seven students ready to present to you a poem entitled Emptying Diversity. Sit back, relax, and enjoy with us. Welcome. Come one, come all, and witness diversity from all nationalities. Together we stand. Learn my language, appreciate my culture. Let us respect and appreciate diversity. Like a flower with different petals, it blooms to radiate beauty. Likewise, diversity promotes a unified society. Let us respect and appreciate diversity. Inclusion is the recipe for generational unity. Differently may appear. Together we stand. Ethnicity, age, language, race, and gender all make us unique. Let us remember, unity in diversity makes us strong. Wageni wetu karibu kwa moyo mkunjufu. Shule yetu ya msingi maarufu Abu Huraira. Mazingira yapendeza kwa macho ya kila mtu. Mkurugenzi walimu, pongezi hongera kwenu. Singi dhabiti kwenu, hekima na maarifa. Heko nazo kwa wazazi kwa uchunguzi mwafaka. Abu Huraira yatanda kote mitandaoni, TikToki. Leo hii watoto wenu wahitimu chekechea, wameanza maisha mapya, twawatakia laheri. Mnaposafiri kwenu mwende salama wasalimini. Mungu awe naye leo, tuonane mwaka mpya. Mbele yenu wanafunzi wa gredi ya tatu wanalo shairi lenye mada usafi. Karibuni. Usafi ni wa maana kwake kila mwana mwema. Meno yasugue sana, nguo usafishe pia. Usafi ni wa maana kwake kila mwana mwema. Kucha zako uzikate na mwili uoshe vyema. Usafi ni wa maana kwake kila mwana mwema. Nywele kutana lazima, mikono safisha vyema. Shabash. In front of you a grade 3 ready to present a poem entitled Welcome and enjoy. Etiquette, etiquette, what are you all about? Good manners, I say, that show respect to other people. Thank you. When given something, sorry, sorry. When I make one unhappy, excuse me. When I want to interrupt, or please. When I need a favor, hello to a new friend. Welcome is magic too. Getting at all times. Best wishes we pray for all. All are magic words that melt our hearts. Thank you. ضيوفنا الكرام وجميع المشاركين وكل من وراء هذه الحلفة الميمونة وساهم وكان سببا لقيامنا هنا خاصة الوالدين والمعلمين الذين سعوا بتقوية أرواحنا وعقولنا وأجسامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا كطلاب في الفصل الثالث الابتدائي أن نشرف إليكم إلقاء أنشودة الإسلامية تتعلق بر الوالدين والإحسان إليهم. مرحبا بكم. أمي وأبي عقل الناس وهما تاج فوق الراس. حب ما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي
hili shairi lemada karibuni ya muhimu familia baba mama kujaliwa ni neema kunijia wewe wazazi kuzaliwa unipa familia Mola wangu nashukuru Mola wangu kwa kunipa na walezi kwa kunipa dada yangu kaka na hata shangazi kwa kunipa familia Mola wangu nashukuru hata mimi naye ndiye ndugu yake baba hata mjomba ni naye na yaya ni na baba kwa kunipa familia Mola wangu nashukuru In front of you are great two banners ready to present a poem entitled My teacher Welcome My teacher is the best She never ever rest She works a day and night to make my future bright She teaches me new things every day and there is always time to play. She's like a mother to me. That's why I am not afraid to be me. One day when I grow up, I would like to thank her for never giving up. ضيوفنا الكرام وأساتذتنا الأعزاء أبنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درست يا أبو هريرة الأكاديمية نرحبكم نشيدة أن تسمى وها هي أمامكم مرحبا بكم مع الآيات سافي بي إلى الآفاق يا قلبي وبالقرآن شرفني بقرآني وخذ بيدي إلى ربي بقرآني وإيماني جميع حينما أتم وحين تدبري يحلو به وبنوره آل معالمه هدى دربي له في العالمين صاد به شر وفيه هدى وليس بما أحاض مدى بقرآني كلام الله وحي نبي بقرآني وإيماني مع الآيات سافر بي إلى الآفاق يا قلبي وبالقرآن شرفني بقرآني وخذ بيدي إلى ربي بقرآني وإيماني عليه به تربينا والشطر هداه ولينا به قمنا وصلينا وكان سلوكنا الأدب نادي كل من هجروا ومن بلسانهم عبروا بما في المصحف الذكروا بقرآني كتاب بين عربي بقرآني وإيماني مع الآيات سافر بي إلى الآفاق يا قلبي وبالقرآن شرفني بقرآني وخذ بيدي إلى ربي بقرآني وإيماني القرآن أنصتنا وإحنا برد قد استغنى وليه به تسابقنا وفينا طفلة وصبي لعل يا تسافر بي إلى الآفاق يا قلبي وبالقرآن شرفني بقرآني فهو بيدي إلى ربي بقرآني وإيماني Sisters, parents, teachers, and pupils, good morning. In front of you are grade 1 pupils ready to present you a poem about education. Sit back,
relax and enjoy. Education is important. Without education, I cannot be a teacher. A teacher teaching people. Education is important. Without education, I cannot be a doctor. A doctor treating people. Education is important. Without education, I cannot be a dentist. A dentist who looks after our teeth. Education is important. Without education, I cannot be a police officer. A police officer assists in keeping law and order. Education is fundamental. Education is life. Education is the key to success. Welcome. Mbele yenu ni wanafunzi wa gredi ya kwanza. Tuko tayari kukariri shairi lenye mada mwalimu wangu makinikeni. Mwaka huu kisa darasa inaacha. Mwalimu minifikisa lakini sitakuacha. Mungu minifundisa hata ya kusababisha. Mwalimu wangu David nakataa sikuache. Masiyo unabaki kuwafundisha mengine. Mimi sitaki ubaki tusange nayo kingine. Mingine mimi sitaki mwalimu huyo mwingine. Mwalimu wangu Davi nakataa sikuache. Mwalimu wangu Davi haandike kama tausi. Hesabu yeye upanga hata bila wasiwasi. Ni nani anayepiga na tate wake basi. Mwalimu wangu David nakataa sikuache. Swadakta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba'da assalam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal waliduna wal walidat wa marhaban bikum ayyuhal ikhwat wal akhwat wa marhaban bikum ayyuhal mudarrisuna wal mudarrisat ومرحبا بكم جميع المشاركين بأيدي مفتوحة وقلوب مسرورة. مشاركتكم معنا بمثل هذه المناسبة تملأ في فؤادنا فرحا وسرورا وفي همتنا قوة وارتفاعا. شعورنا لا نستطيع أن نعبرها فرحا وسرورا. نقول لكم أيها المستمعون الكرام ترحب العلماء والضيوف بآداب الحسنة باستماع وإنصات جيدة وبقلوب الحاضرة. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم مرة ثانية فإن الحفلة كانت مفتوحة بين أيديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات والطلابين والحاضرين والحاضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الصف الأول ابتداء في مدرسة أبو هريرة الأكاديمية. نريد أن نلقي إليكم نشيدة تتعلق بفضل التعلم بالعلم الشرعية. مرحبا بكم. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر العالي وبيان. ننزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها. فتفكر وتأمل فيها فسماء النحوية برادا والشمس سراجا وهادا وسحائب نرسل مدرارا أمطارا تتبع أمدارا دائرة تجري أنهارا وتقضي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا ومن العلم النار.
It's an honor to be here today as the anchor of this event. I'd like to extend a warm welcome to all of our distinguished guests, faculty members, and my fellow students who have gathered here today. Your presence makes this event even more special, and I'm grateful to each one of you who have come here today. The International Youth Rota in China for Infrastructure Development Talks will be explained by our co-reporter Mumtaz Abdi. Nairobi, Kenya. Yesterday, President William Ruto is currently in China, where he is expected to pitch Kenya's infrastructure development opportunities to Chinese enterprises. Ruto, who is attending the Third Belt and Road Forum in Beijing, China, announced in his excerpt that the country is keen on working with like-minded partners to spur development amid existing global challenges. We are particularly keen on increasing the depth of our relations with China under the new Silk Road to upgrade our infrastructure, posted the head of state. Earlier state, House spokesman Hussein Mohammed revealed in a post that the convention in China has attracted an array of world leaders who are expected to pitch their own infrastructure development projects to China. This will offer a platform for cooperation and partnership tech talks focusing infrastructural development, he posted. I'm Taz Abdi, reporting from China to Abu Raira Live News. Thank you. Our local news will be modern cost, billionaires, children inherit lion shares of his wealth, will be explained by our co-reporter, Neera Mohammed. 5 billion estate left by modern cost tycoon, the late Shahid Pervez Bhatt has been finally distributed by High Court, ending an 8-year succession battle. Mr. Bhatt was shot and killed in Changamwe on July 11, 2014, as he traveled from Mombasa International Airport. Justice Eric Ongola, Patrick Otieno, and Joki Mwangi were ruled the property will be shared by two widows and his children. The tycoon also operated a bank account in UK, Bermuda, and British Isles and Imperial Bank. According to the judge ruling, Pervez's first wife, Akhtar Bhatt, and her son were granted 6.5% and that 5% respectively. It's me, Munira Mohammed, reporting from Kenya to Abu Raira Live News. Thank you. Our sports news will be England versus Pakistan, ICC Cricket World Cup 2023 as it happened, will be explained by our co-reporter Aisha Adem. They were updated from the ICC Cricket World Cup 2023 match between India and Pakistan on October 13th, which victory India moved to the top of the standing on 6th point, thanks in a large part to surprise net run rate over New Zealand, also have 6 points. Pakistan moved to the 4th place and are still very much in a contest after winning two opening match of the tournament. India next faced Bangladesh in Mumbai on October 19th, while Pakistan take on Australia 20th October. Aisha Aden, reporting from India to Abu Raira Live News. Business will be in our news. Business, China Squares, the cheap Chinese shop at the center Kenya Road, will be explained by our co-reporter Ferdosa. A Chinese owner shop selling a cheap household goods at the center of a dispute in Kenya has reopened after a counterfeit complaint against it was dismissed. The row got to the heart of a debate about whether this kind of outlet brought hurt or helps Kenyans. Blowing whistles and vuvuzelas, Kenyan PT traders marched in the hundreds to the deputy president's office in Nairobi to demand an end to what is called a Chinese invasion. The China Square shop that had become a hit consumers because it has a cheap goods was the focus of the anchors. It was repaid by a success regarding long-held fears about competition from abroad. The shop, which is in the small of in the outskirts in Nairobi,
had already its sound that it does. Albert simply by the time of the last week protest in a confederate swayed around it. It's me, Ferdosa Hassan, reporting from China to Aburera Life News. We think our education news will be the education system in Kenya has recently changed from 844 syllabus to CBC will be explained by our co-reporter Sumaya Alistair. The education system in Kenya has recently changed from 844 syllabus to CBC. It was transformed from 844 to CBC at the end of the year 2018. CBC is a system of education that involves nurturing talent, developing skills, and entailing learners for knowledge. The main reason for transforming 844 to CBC is to nurture talent for the learners. CBC system education emphasizes more continuous assessment rather than end-of-term exams. The CBC system of education splits the primary education curriculum into three categories, which consist of 2 years of pre-primary education, which consists of PP1 and PP2, and 6 years of primary, which consists of 3 years of lower primary and 3 years of upper primary. After this, the people join junior secondary for 3 years and senior secondary schools that last for 3 years, which we have been told by our Ministry of Education, Ezekiel Machagu. Thank you in advance. I'm Sumaya Aliso reporting from Nairobi to Abu Huraira Light News Center. Of you are PP2 learners ready to present to you a point entitled Education. Sit back, relax, and enjoy. Welcome. Education. I need education. Mom, Dad, take me to school. I don't want to be a chakara. I don't want to be a scholar. I want to be a teacher. I want to be a doctor. I want to be a pilot. I want to be a president. I want to be a sheikh. I want to be a lawyer. I want to be a driver. Mom, Dad, take me to school. Graduation, we are the graduate, moving to grade one. Madam Beatrice, we say bye-bye. Thank you. Pelenu, idarasa la pipitu, tayari kwa karibia, shahidi, yenye meda, ilikuwa amelala, karibuni. Ilikuwa amelala, itasikia hodoni. Tafungua mlango, nikapata nishadami, nikapiga kofi moja, akalia hoi, nikarudi kulala, nitasikia hodi. Tafungua mlango, nikapata mwana Mungu, akaribisha yumbani, karibu mwana Mungu. In front of you are PP2 learners ready to present to you a welcoming song entitled Welcome, our visitors. Welcome, our teachers. Welcome, our parents. Happy to see you, happy to hear you, happy to greet you. Welcome, our visitors. Welcome, our visitors. Happy to see you, happy to hear you, happy to greet you. Welcome, and welcome.
شريعته لنا نهج في حياته عبر أحكام بها ننجو حذرنا من الشر ويدعونا إلى الخير وبالطاعات يأمرنا وبالإحسان والبر القرآن نعتمه وبالإحسان نعتزمه كتاب الله وحدنا فلا عرب ولا عدم شكرا لكم. قولي ميشن فريدي ورك أخبارات كانوا سيدينيس جورناليزم كلاب على ده مركا وسيد إدين شيء عن المها سكولك وحياه بدن بالغ برتا أو كل دول معلن ماذا دكتور نماذا وحول بويد اللي انتي كسب حين قلنا وريه وركه تنصو تبينيسو ميشن يكسب حين تبارك ميشن كقادنا عيد معنا عندك مركو مايكروفون كان قاطو ميشا أوفريستو أخبارك وسيدنا انتو جماهير هرتاد وكهلا يا جي سنيمدي ببرنا يا فرسمدي ببرنا يا وحول ادل بميشو كبرنا يا الماء حين اداي كوي ورياشا حين كيور من سي بي سي سيستم 844 ينوز بدله و سي بي سي سيستم يسكو بدشه سي بي سي سيستم قالوا بركة على هذا أركيسان وإلما هذا جريدسين كأولو يقانا جونيور سكندري جونيور سكندري قريا حق سجوده أيها قانون دسنة فصلى الله حق سجوده إلى إدمستريشن بلوغاس هامان كاس جيدة هانا ورنة دولك قرحة بغان أيها قانون تلقلن دولكاس كلاس اسكاس عربنا لابوري ترغو دين فنشت كي هاي وحول بو كدير سين هاي سامت كعصوب جريد 7 إي جريد 8 أو قدبان هاي نقضان with a different administration إلما حق سجوده إن نقضان سيدا كبر قبتان دولة هاي تري المها جلسك اللي حد هذا كجرو أنا مريم Ministry of Education دولة ديك سوفش المها هذا grade 6 كجران grade 7 وحجوجين سكول كأكاديكتان أنا كبر قبتان مشي كريان داس مركا دوال إن شاء الله ماله يوسع لنا ملا المها grade 6 grade 7 ماشي شو ده يوجد بين uniform كده مبدلنا الدولة ده هدية ده uniform كودي هري primary هكوان أخبارنا عايزنا ويجرتي يقولي ما نحقي جنين لكن grade 7 junior secondary ماشي نكبران ضاران هدوال إن شاء الله كتلقل وعن والدين تهلالا يجر قرطو إن شاء الله والدين تهلالا شقيو إلمينا نوغادا والدو إلمينا نوغادا الدنيا دي ما علاقين دكي والله واحد دعايو رنتي إنا كبر قبطان مشي يكري لكن وحياو بروح دي باجرا مقادرات فرب بدن باجرا حافظها لقول إحقالاي آذن أبين كم برو بوضع وحود رسيني والغاية مقادرات نجاب كوت مركا إلمها هالي إلاليو وحاك لو إذن كيدي وآد دبوه إلمها روران إتواتك أي سديداتك انتو قلوا هوي أبو حرب برو بورا إنا برت في النوع إذن برو بورا يكبلا وطا برو بورا إلن قدو برتا لو بغل سيدح بغلو صاشا خيساني قرمو حبران إلا بغل غاتة قرمو حبران حمبران كرا برو بورا وبرين كوبو كيكريساني ما انتا مانكوش غيبودي ما انتا الدنبا توري ولو دي وحلو دي العقن دعينا باش العقن دعينا العقن دعينا والعقن صدعنا دلك جيت كما رأي الله دي برو بورا ومبران روايو ألت ومبران روايو انتا كو قولي لها كمبيوتر كلاس جي كمبيوتر كلاس هل بلا all the programs basic programs وكاسو برانا جي وحوغا العقن كاقا بحضو مركا انتا سوحا ايضيغا يقودن بيسا المها شرعي نوان شغي والدين تا إلمه هذا دكسي كوب اللعبة خير الله ينسيه مركي نوعي ماذان أيقو في عن وإلمه يحصو برتي صفر برتي وحقوري كارو حقرين كاري نوعي ماذان دربنا وحام مدعين ايكا قدبان كلاسكي خميسي جمعي ما دام دكسي وجرين معالم قوني او ايقا كل الناس او واح برو امتحان قوني يا ربا انا ودياري يا دوالي ان شاء الله مركي خميسي جمعي عنق اكنتد ماشا واح لو اخريو خميسي جمعي انا وكسعد سنتك او سيده قد ما استخميس جمعيه بس اسوك ايمانك دوكسيغي سنه ان كا باقانين marka sanadka u dhamaado class u dhamaado asan u gudbi laakiin shardi waxa way cunugu inuu quraanka laba juz ugu yaraan uu soo barto laba juz si wax loo qoro garanayo sidii wax loo akhriyo garanayo hingaad uu garanayo lix jir ka badan uu yeen ugu dambeen waan idin mahadcelin intana waalide intana ilmaha noo keenay gabdh gashantime wiil qangaare nuu aaminteen oo naga tagteen كنت بشرف وين؟ عنق ير عرض كهذا أجاي شيء إنها تكون رصتها يا سلاد أنت بس يرصصت ولا جاي عريرني يا دي كا مستني شكر عنق مكسوجار ها هي وشرف أدوين أنا كان إلهي أنا واحد فيلو
وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To welcome the teachers who have been doing a lot of work in this school. You can just come and say your name. I'm Madam Davin Okibo, class teacher, grade 1. Good morning, teachers, parents, and pupils. I'm Madam Sumaya. I'm teaching IRE, home science, and Swahili. Our guest of honor, through our director, our adult parents, and the people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Madam Kareda, class teacher pre-primary 1, PP1. Just say welcome all, and also we need more learners in our school. If you see, if you look around, you'll find out that we have less learners, and the classes are just up to the standards that is required by the government. So I'm urging the parents who are here to be good ambassadors outside there and bring us more learners. You see the wonders that we can do. Thank you very much. Hamjambo wote. Mimi naitwa Mwalimu Joseph, ni mwalimu wa grade 4. Pia ni wa hapa shule. Maze. Kwa sasa kufika. Deni na umekaribishwa. At this moment, I would like to give him this opportunity so that he can introduce his name and say a word. Rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ahmad Yusuf Hussein. Arabic, I am Uhl Sarnai, Walidin to Sharaf Taleh, Ardadat Aman, and Mahsintihin, Tardarian, and I am Kudoro. Walidin to Adi Mahsintihin, Zid Oso Hadren. Is he the Ukalayan? Is he the Ilma Ukra Tagin? Mita Kale? Ilma? Adi adaw socoto oo aad imaato oo resultis aad biiriso oo la socoto cunugu waa cabsooni oo dhib ma lahaanahay